اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وبنبتدي في اولى فقراتنا في نهارك سعيد النهارده بالصحافه مع استاذ امينه خيري الصحفيه بجريده الحياه اللندنيه. صباح الخير يا امينه. صباح الخير، ازيك يا فادي؟ نهايه اسبوع هاديه، نتمنى انه الهدوء يكمل كده، وانه على 25 يناير الجاي تكون فعلا اتحققت حاجات كويسه كتير. وزي ما احنا كنا بنقول في المقدمه، في حاجات بوادر كويسه، في بوادر، في شرطه، في مؤشرات اقتصاديات، وفي توقعات ان يتم يعني نوع من انواع الحكم قبل يوم 25. طبعا ده في علم الغيب يعني، بس هنشوف هنشوف اول اجتماع للبرلمان في 23 يناير ايه اللي هيحصل فيه. خلينا ناخد اخبارنا بالترتيب عشان نلحق الوقت، عشان ما يعديش من غير ما ناخد الاخبار كلها. من المصري اليوم الصفحه الاولى، النيابه الداخليه والامن القومي لم تساعد في تقديم ادانه مبارك وجمعناها بانفسنا. والأهرام الصفحة الأولى، بدء فرز الأصوات في انتخابات المرحلة الثالثة لمجلس الشعب. والمصري اليوم، منشورات التكفير في الانتخابات. والشروق الصفحة الأخيرة، انتخبي النور لتتزوجي واحد كويس يعرف ربنا. والشروق الصفحة الأولى، جواب نهائي الدستور قبل الرئيس. والمصري اليوم الصفحة الأولى، الحكومة تؤجل صرف زيادة 10% لأصحاب المعاشات لمدة 3 شهور. والأهرام الصفحة الأولى، تيسيرات لتحصيل 63 مليار جنيه متأخرات ضريبية قبل نهاية مارس. والمصري اليوم الصفحة الأولى، الإخوان لن نستغل أغلبياتنا البرلمانية لفرض إرادتنا على الدستور. وآخر خبر من المصري اليوم الصفحة الثالثة، فنانون يصفون زيارة نقيب الممثلين للمرشد بغلطة كبيرة. نبتدي. طيب. المصري اليوم الصفحة الأولى، منشط النيابة الداخلية والأمن القومي لم تساعد في تقديم أدلة إدانة مبارك وجمعناها بأنفسنا. هو ده طبعا منشط في الغالبية العظمى يعني من الصحف الصادرة النهاردة. طبعا دي كانت يعني تفجير مفاجأة امبارح، يمكن أول يوم في مرافعة النيابة كلنا يعني الحقيقة توجسنا خيفة زي ما بيقولوا. طبعا كانت مرافعة بليغة جدا، ولكن خلت تماما يعني ما كانش فيه أي إشارة لوجود أي أدلة حقيقية على إدانة المتهمين، سواء الرئيس السابق مبارك أو نجلاه علاء وجمال وحبيب العدلي وستة من معاونيه وحسين سالم. اللي حصل امبارح الحقيقة إن في المرافعة كان في مصارحة مباشرة جدا، ان النيابة فوجئت، النيابة العامة فوجئت ان ولا الداخلية ولا الامن القومي زودوهم باي نوع من اي ادلة، بل بالعكس ان كان في حالة طمس لبعض يعني الادلة سواء من وما الى ذلك من تلف السيديهات. بالظبط كده. فده طبعا انا يعني انا رأيي الشخصي ان ده في حد ذاته دي قضية قائمة بذاتها، ان انا دلوقتي لو انا جهة حكومية مسؤولة ومن المهام اللي انا المفروض اكون مسؤولة عنها ان انا ازود النيابة بمثل هذه الادلة اتقاعس او اتجاهل او ما اقومش بعملي، انا شايفه ان دي في حد ذاتها قضيه يعني تستحق المحاكمه. طبعا من ضمن الكلام اللي اتقال امبارح اللي قاله المستشار مصطفى سالم في مرافعته، ان النيابه اضطرت بنفسها انها تنزل تؤدي دور يعني جمع الادله بنفسها من اماكن جمع الادله. طبعا في حوالي 2000 شاهد اكدوا ان الشرطه تم تسليحها باسلحه سواء رشاشات او غيره، بل كمان ان في بعض الادله بتؤكد وجود قناصه فوق الجامعه الامريكيه، فوق مبنى الجامعه الامريكيه الموجود في ميدان التحرير، استهدف طبعا المتظاهرين في احداث يناير، مع وجود ادله على استخدام سيارات الشرطه والامن المركزي في دهس المتظاهرين. طبعا احنا كلنا شفنا الصور دي عن طريق الفيديوهات اللي كانت موجوده في اليوتيوب واللي تم تداولها بعد كده بكثره شديدة في كل البرامج التلفزيونية، ولكن ده طبعا بيبقى محتاج ان هو يتوصف في شغل المحكمة. طبعا يعني يمكن امبارح ما تمش التركيز قوي على المظهر الخارجي للمتهمين اللي حضروا، يمكن اول يوم كان فيه كل الناس اشارت ان الرئيس السابق مبارك كان لابس نظاره شمس، وان مش عارفه المظهر جمال مبارك وعلاء مبارك ومين عمل ايه ومين قال ايه، لان متهيألي ان مرافعه النيابه امبارح فعلا هي اللي حازت على الاهتمام الرئيسي. المرافعه اللي حصلت امبارح اكدت ان في أدلة لفظية وفعلية تدين المتهمين. طبعا احنا مش بنستبق الحكم، ولكن في بعض التكهنات بتؤكد ان هيكون في نوع من انواع يعني الحسم في هذه القضية التي يعني طال النظر فيها قبل يوم 25، خصوصا انه كان في حاجة اسمها الخطة 100، ويعني
يعني الخطه هي دي في معروف حاجات كتيره، يعني في هي حاجات غير كتير الخطه بالظبط. 100 في خطط كثيره جدا، وفي افلام كثيره جدا، وفي ادله كثيره جدا، وفي مصابين كثر جدا، وفي قتلى وشهداء يعني. بس هو طبعا احنا عشان ما نتدخلش في عمل المحكمه، قد يكون يعني هم في حاجه الى الوقت علشان التاكد من هذه الادله. واعتقد ان النهارده اعتقد الجلسه الاخيره المفروض ان هم 3 جلسات متعاقبين، وما عموما علينا سوى الانتظار لغايه بالظبط، 25 والشعب يناير قاعد ونشوف، منتظر مش رايح في حته، والدنيا وميدان كلها التحرير قاعده قاعد. منتظره برضو. يعني احنا صحيح يعني احنا قاعدين مع بعض، احنا مش رايحين في حته، المصريين قاعدين مع بعض صحيح لغايه ما نشوف صحيح نهايه الموضوع ترسى علينا. ننتقل بقى للانتخابات والاهرام، الصفحه الاولى بدء فرز الاصوات في انتخابات المرحله الثالثه لمجلس الشعب. طبعا امبارح كان اليوم الثاني والاخير في المرحله الثالثه في 9 محافظات مصريه، يعني كما هو تجمالي متوقع 14 مليون نخ تقريبا. بالظبط كده، كما هو متوقع ان طبعا يعني المؤشرات الاوليه بتقول ان حزب الحريه والعداله هو في المركز الاول، يليه حزب النور، وبيتصارع على المركز الثالث كل من حزب الوفد والكتله المصريه، في حين يبقى الوسط في المركز الخامس. ده بالنسبه للانتخابات. طبعا بالنسبه للفردي في اعاده في الغالبيه العظمى من الدوائر، طبعا احنا عندنا مشكله اللي هي في ال3 مراحل، ان كثره عدد اسماء المرشحين ده وقع يعني كتير من الناخبين في حيز بيس، لا سيما ان الغالبيه برضو منهم غير معروفين، يعني اسماء غير معروفه وجوه غير معروفه، وبالتالي كان في مجال، يعني انا شايفه انه كان في مجال لكثير من الانتهاكات، خصوصا الحقيقه زي ما بنشوف من قبل احزاب بعينها انتهاكات حصلت في المرحله الاولى، في المرحله الثانيه يمكن يعني اقل شويه في المرحله الثالثه. ولكن هو الغريب واللي بيطرح علامه استفهام هنا، اذا في انتهاكات معروفه من نوع معين زي موضوع اللابتوب، زي موضوع ان انا هساعدك، هقعد على باب اللجنه واساعدك عشان اعرفك انت مين لا المرشحين، بمناسبة فده طبعا بيبقى يعني مش مساعده، هي طبعا مساعده يعني موجهه لطريق معين. بس ده بمناسبة الانتهاكات، بس في انتهاكات حتى في اخبارنا اللي بعد كده. يعني المصري يوم صحيح الصفحة الأولى منشورات التكفير في الانتخابات، والشروق الصفحة الأخيرة انتخبي النور اللي تتزوجي واحد كويس يعرف بالظبط، ربنا. يعني يعني هو هي ده برضو كله داخل في نفس إطار الانتهاكات اللي اتكررت في المرحلتين اللي قبل كده. صحيح هي داخل في الانتهاكات، بس هو الحقيقة يعني عايزة أركز شوية على الموضوع اللي موجود في جريدة الشروق، لأن هو بيلخص فعلا إيه اللي بيحصل في كثير من الدوائر، خصوصا للأسف في بعض المناطق يمكن الشعبية شوية، اللي الناس يعني الناس طبعا كتر خيرهم إن هم نزلوا من بيوتهم راحوا ينتخبوا، ولكن طبعا بيحصل نوع من أنواع أنا بسميه التزوير المعنوي، اللي هو مش التزوير إن أنا باخد بطاقة انتخابية وبغير يعني صوت الناخب، ولكن لما نقعد على باب اللجنة كسيدة مثلا أنتمي لحزب معين، وخصوصا طبعا أحزاب اللي هي التيارات الدينية، وأحاول أقنع الناخبات إن هي تنتخب فلان أو تنتخب الحزب الفلاني علشان ده الحزب اللي هيوديها الجنة، أو ده الحزب اللي هيضمن والورقة إن مصر الدوارة تبقى يعني طبعا. بس هي طبعا يعني التركيز كان على الموضوع الخاص بالشروق، لأن زميلتنا سامية صفان اللي هي يعني غطت الحكاية كانت على باب إحدى اللجان، وإحدى الفتيات متوجهة عشان تدلي بصوتها، ففوجئت إن السيدات اللي قاعدين بيقولوا لها أنت لو عايزة تتجوزي شخص كويس بيعرف ربنا انتخبي حزب النور، إحنا الناخب بتاعنا بيطلع في قناة الناس، ومعناه طبعا إن هو شخص يعني كويس جدا وأكيد هيقودها إلى الجنة. طبعا الكلام ده كله يعني غير إن هو انتهاك للصمت الانتخابي وانتهاك للحقوق الانتخابيه وحق الاختيار، انا شايفه ان هو انتهاك حتى لقوانا العقليه، يعني مفيش حاجه اسمها ناخب هيودينا الجنه، مفيش حاجه اسمها ناخب هيضمن لي عريس كويس، فهو يعني للاسف الشديد ان في حاله يعني استغلال سيء جدا لبعض يعني الناس البسيطه، يمكن الناس اللي هي يمكن نرجع طب تاني ده ونقول ده ارحم ده يعني ده ارحم بقى من منشورات التكفير في تكفير. الانتخابات. بس حكايه هي نفس منشورات الحكايه، التكفير هي نفس الحكايه على فكره، لما اقول لك مثلا انتخب حزب الفلاني علشان تضمن عروسه كويسه تعرف ربنا، ما هي هي ان انا باطلق بعض المنشورات اللي تؤكد، طبعا هو اللي مقصود هنا حزب النور اللي هو بيطلق منشورات او حتى اقاويل ان اللي بينتخب مثلا الكتله المصريه يبقى ده بينتخب الناس الكفار اللي هم عايزين يكفروا مصر وعايزين مصر تبقى دوله ما بس تعرفش هو حزب ربنا. النور كمان منشور
منسوب له منسوب له حاجه ثانيه منسوب له حاجات كتير جدا إنه الحقيقه انه جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا هي هو هو اللي حصل ان طبعا هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هم تقدموا حزب النور عملوا خطوه بالغه الذكاء ان هم تقدموا ببلاغ ضد هذه الهيئه علشان يعني ينفوا عن نفسهم التهمه. ولكن الحقيقه التصريحات النابعه عن كثير من المسؤولين ورموز حزب النور بتشير الى ما يفعله جماعه الهيئه الامر بالمعروف، وانا مش عايزه اسميها هيئه لان هيئه دي معناها انها واخده صفه قانونيه. لانه يعني في حدث كمان أنا يعني ظهر على ما انه حاضر حدث اعتداء على لا سيد القمني المفكر الكبير في قناه ازهري في لقاء معك، وكان فيها هو بس هو ده ملوش علاقه قوي بحكايه يعني الهيئه نفسها الأسلوب نفسه اللي ابتدى يعني يتزايد هو ده طبعا اللي يخوف واللي يخوف اكتر. احنا بنتكلم دلوقتي احنا في اخبار عندنا كتير النهارده عن الازهر واستقلاليه الازهر و طيب احنا كلنا بنشجو بقيام مجموعه من الناس ان هي بتنزل للشارع وتقرر انها تاخد تطبق قانون بايدها، طب فين بقى القوه اللي هي فين وزاره الداخليه؟ فين الازهر؟ ولو ان انا يعني انا شايفه ان ده دور وزاره الداخليه اكتر منه الازهر، لان انا ما ينفعش ان انا اصحى من النوم الصبح اشوف ان انا اللي فاهمه الدين صح وفاهمه الحياه صح فاجي اطبق وجهه نظري عليك بالقوه، يعني ما فيش حاجه خالص اسمها كده الحقيقه. واحنا عمرنا ما كنا محتاجين يعني احنا محتاجين عوده للقانون مش محتاجين عوده ان حد يقول لنا يعني تهديد الامن بالقوه ده اعتقد بيدخل في قانون الطوارئ يعني ابسط حاجه لا غير كده غير قانون الطوارئ انت كده بتتدخل في حريتي الشخصيه في ادق تفاصيل حياتي وده مش من حق حد الحقيقه خالص الا لو انا بضر الاخرين عن طريق تصرفاتي، لكن انا واقف ميكروباص واصمم ده يكون ميكروباص نسائي يعني مفيش حاجه اسمها كده يعني. وبعدين احنا في سنه 2011 احنا مش في سنه 11 يعني. والله نتمنى انه نفضل ثابتين على حمايه حرياتنا المكتسبه ومحتاج تدخل الحقيقه من قبل الجهات المختصه يعني. نتمنى هنشوف الدنيا هترسى على ايه. الشروق الصفحه الاولى جواب نهائي الدستور قبل الرئيس. يعني هو طبعا العنوان يعني دال جدا احنا كاننا بنخترع الذره. طبعا ارجع تاني واقول ان السبب الرئيسي للدوائر المفرغه اللي احنا بندور فيها دلوقتي هي حكاية التعديلات الدستورية. طبعا كان ينبغي ان احنا نسلك اخر انا شايفه كده، ولكن البكاء على اللبن المسكوب يعني ملوش فايدة قوي دلوقتي. حسب تصريح المستشار محمد عطية امبارح اللي هو وزير التنمية المحلية و شؤون مجلسي الشعب والشورى ان الخطه كالاتي انه هيتم وضع الدستور من قبل جمعيه تاسيسيه منتخبه من قبل البرلمان، وبعدين يتم الاستفتاء على هذا الدستور، وبعدين بعد كده تكون الخطوه الاخيره هي اجراء الانتخابات الخاصه بالرئيس. طبعا ده عكس الكلام اللي كان بيتقال قبل كده. طبعا الكلام ده لم يقابل بترحيب من قبل اعضاء لجنه التعديلات الدستوريه اللي كان فيها السيد صبحي صالح. طبعا السيد صبحي صالح بيؤكد ان لا طبعا هي المفروض تبقى بالعكس، ان المفروض ان يكون عندنا رئيس الاول وبعدين بعد كده يكون عندنا دستور. ارجع تاني واقول هي الموضوع كان سهل جدا وبسيط، كان المفروض ان يبقى عندنا دستور من الاول، والا الموضوع طبعا هيبقى في ايد الاغلبيه المسيطره على البرلمان، واللي احنا عارفين علشان ما نقعدش نلف وندور هي اغلبيه تيار ديني سياسي او تيار سياسي ديني اللي هي هتشكل الدستور، والخوف انه يكون حتى على فكره لو كانت الاغلبيه ليبراليه او اغلبيه حزب الوفد مش المفروض ان الدستور يبقى في ايد يعني تيار بعينه. هو في جميع الاحوال كل ده منوط بما سيسمح به المجلس العسكري لانه هو اللي في ايده الصلاحيات والمراسيم الدستوريه، لانه الاعلان الدستوري ما فيهوش صلاحيات لمجلس الشعب فعليا يعني. تمام، يعني هو مش المجلس العسكري قوي، لان المجلس العسكري دلوقتي الحقيقه لما بتحصل ضغط شديد من قبل بعض الجهات بيتم مش هقول الرضوخ ولكن بيتم يعني تغيير المجرى بقدر الامكان. فاحنا مش عايزين برضو ان احنا نتساب قوي ان كل ما تحصل حاجه يحصل ضغط ويحصل اعتصامات ويحصل تظاهرات علشان نبتدي. قصدي ان ده مربوط يعني ده مربوط بالخطوات اللي بياخدها المجلس، فاحنا هنستنى ونشوف. احنا هنستنى حاجات كتير قوي. هنستنى حاجات كتير جدا. المصري اليوم الصفحه الاولى الحكومه تؤجل صرف زياده 10% لاصحاب المعاشات لمده 3 شهور. الحقيقه خبر سيء جدا لان برضو نرجع تاني وفي حكايه القرارات غير المدروسه. كلنا طبعا طلعنا من يومين اعتقد يوم الاثنين اللي فات ان كان نتيجه الجلسه المطوله ما بين السيده او الدكتوره نجوى خليل اللي هي وزيره التامينات والشؤون الاجتماعيه والسيد البدري الفرغلي ان حصل نوع اعلان رسمي
الرسمي ان المعاشات هتزيد بنسبه 10% وان الزياده دي هتبقى فوريه، يعني هتتطبق من معاش شهر يناير. طبعا اللي حصل امبارح ان تم الاعلان عن تاجيل صرف هذه الزياده لمده 3 اشهر، لان ميزانيه طبعا لحين دراسه موقف الموازنه العامه. طبعا دي ما كانش ينبغي انه يتم الاعلان عن خطوه زي دي الا لو كانت مدروسه جيدا. طبعا رد الفعل اعتقد ان هو هيبقى رد فعل عنيف، وما اقصدش عنيف عنف يعني جسدي، ولكن كان البدري فرغالي قال حتى حاجه مشهوره جدا، ان اللي غير او اسقط النظام في مصر 1 مليون شاب، لكن عدد اصحاب المعاشات في مصر 8 مليون قادرين على ان هم يعملوا كتير. بما ان وقتنا خلص فخلينا نقرا خبرين، وخبر واحد بس نعلق عليه. الاهرام الصفحه الاولى، تيسيرات لتحصيل 63 مليار متاخرات ضريبيه قبل نهايه مارس. والمصري اليوم الصفحه الاولى، الاخوان لن نستغل اغلبياتنا البرلمانيه لفرض ارادتنا على الدستور، وهم قالوا الكلام ده كذا مره. يعني هو المهم في الخبر ده الحقيقه الخاص بالاخوان، ان السيد يعني ابو بركه اللي هو مستشار الدكتور احمد ابو بركه المستشار القانوني لحزب الحريه والعداله، بعيدا عن موضوع الدستور، قال انا شايف انه تصريح في بالغ الخطوره. قال ان احنا سننظر في وضع الصحافه لنحدد هل هي سلطه ام كلام مظهري. ابتدى الكلام يبقى يعني واضح جدا عن التدخل في الحريات اللي هي كان المفروض يعني مكفوله من سنوات طويله جدا. الكلام عن حريه الصحافه وهل هي سلطه رابعه، يعني حتى كان في تصريح كمان في جريده القبس الكويتيه من قبل الدكتور محمود غزلان بيقول مين قال ان الصحافه المفروض تبقى سلطه رابعه. دي حاجه، وده نربطه برضو بالزياره نقيب الممثلين الفنان اشرف عبد الغفور للمرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين، واللي كتير من اهل الفن يعني انتقدوا هذه الزياره، وانتقدوها لان مش المفروض ان احنا رايحين ناخد السماح من تيار ديني ولا حزب. ما بنتكلمش عن الحزب دلوقتي، بتكلم عن جماعه الاخوان المسلمين. جماعه الاخوان المسلمين جمعيه دينيه في المقام الاول والاخير، فيعني فكره ان انا اروح يعني اقدم السبت زي ما بيقولوا عشان الاقي الحد. وبعدين طبعا كان الكلام عن اتفاق ان لازم يبقى في رقابه ذاتيه من قبل الفنانين. المؤشرات كده مش مطمئنه الحقيقه، ولا بالنسبه للصحافه ولا بالنسبه للفن ولا بالنسبه للحياه العامه. وعشان كده نرجع ونقول كان ينبغي ان يكون عندنا دستور واضح وصريح قبل الدخول بقى في دهاليز الانتخابات ومجلس الشعب ومجلس الشورى وكل هذه الاجراءات. استاذه امينه خيري الصحفيه بجريده الحياه اللندنيه، نورتينا. اشكرك يا فادي. احنا بنشكرك انك كنت معانا. مشاهدينا دي كانت نهايه فقرتنا. فقراتنا في نهارك سعيد لسه مستمره بعد الفاصل، تابعونا.